طبعا زواج عثمان اتقى شر ما وراء عثمان، لأن عثمان يعتبر كبير قوم، يعني هو رجل كان غني وثري ويتبعه كثير من بني أمية، فهو اتقى شر ما بعد عثمان. ولكن هذا الشر هم رجع مرة ثانية، رجع للإسلام. وإذا تريد هسه أعطيك الروايات عن يعني أوثق الروايات هسه أحكي لك إياها بدون 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 تجني، والله بدون تجني. طيب على كيفك على كيفك. الآن ما جاوبتني، هل زواج أو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين ولا ما في مصلحة؟ تفضل سامي. لا طبعا في مصلحة، أنا قلت لك أنا حديثي الأول وياك بالحلقة مو امبارح قبل أول امبارح قلت لك في مصلحة، في مصلحة للإسلام الآن. طيب هذا إحنا الآن نتكلم عن زواج الأول، ما هي المصلحة التي استفادها الإسلام والمسلمين من هذا التزويج؟ تفضل. المصلحة أنه يعني عثمان استفادوا من أمواله أولاً، أمواله أولاً، وشيء ثاني أنه برت شر بني أمية ثانياً، يعني كسب لجزء كسب لجزء من بني أمية. لحظة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني باع بناته حتى ياخذ اموال من عثمان؟ لا مو بيع، زواج مو بيع، هذا زواج. لا مو هذا الزواج اقترن بفلوس باموال، يعني كانه قال له هاك هذه بنتي بس انطيني فلوسك كلها، يعني هيك تتصور انت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو الزواج دائما اما طبعا الزواجات اما يعني مرات اللسان سماشي حتى باصول العشائر واصول القبائل انه لا قديما لا يعني مرات انه النساء ممكن ان تطفي شر بين قبيلتين. يعني يا رجل نتكلم عن رسول الله، ما نتكلم لا عن قبيلتك ولا عن عشيرتك. القبائل شنو؟ بيش الكيل والقبيله امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان هل انت تعتقد ان النبي زوج بناته في سبيل ان ياخذ الاموال عثمان؟ تفضل كارثه هذه. تفضل. لا هن كان من زوجات ولد شو اسمه ابو لهب كانوا يعني مو مسلمين. ما انت مو مسلمين. يا رجل انت قلت زوجه والفائده للاسلام انه ياخذ اموال عثمان، هل انت الان يعني تعتقد ان النبي زوج بناته في سبيل ياخذ الاموال عثمان؟ انا ما قلت لك ياخذ اموال يا اخي، قلت لك للاسلام وليس للنبي، النبي ما ياخذ اموال، فائده للاسلام، فائده للاسلام وليس بس اسمعني يا رجل. يعني بس أرد أفتهم أنا، يعني شنو المناسبة عثمان ينطي فلوسه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مثل تزوج بنته مثلا ب10 دولارات؟ خلاص انطى المهر وانتهى الموضوع. شلون شي قل له تعال يلا أنا أتزوجك انطيني شلون؟ فهمني، أرد أفتهم من عندك. فضل. الإسلام يعني استفاد، مو قام بأموال خديجة. يعني زوج خديجة بنت ما شاء الله، زوجها وخذ أمواله. يا رجل اتق الله. الآن كيف استطاع النبي أن يأخذ أموال عثمان بزواج بنته أعطاها مهر محدود؟ كيف راح يأخذ أمواله؟ هذا مو من حق النبي صلى الله عليه وسلم، مو من حق النبي أن يأخذ حقوق الناس. والله نسيبه إيه نسيبه يأخذ فلوسه. فهمني أنت شو طلعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعوذ بالله مثل النصاب ينطي بنته يأخذ فلوسه؟ تفضل وين توصلون بهذا الامر؟ تفضل استاذ. يعني كيف؟ لا يعني ما هو الحق الشرعي؟ ما هو الحق الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ اموال عثمان مع الزواج؟ تفضل. اخي النبي ما ماخذ اموال. النبي ما ماخذ اموال، انت بكيفك هاي تحكي؟ يعني انت تكسب لك رجل ثري او غني للاسلام يفيدك، تكسب لك رجل ايوه يفيدك ازاي؟ احنا عايزين نفهم يفيده ازاي؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم سلطه على هذا الرجل الغني عشان ياخذ منه فلوسه، ولا هذا الرجل الغني سيتبرع لنصره الاسلام والمسلمين مثلا من تلقاء نفسه؟ عايزين نفهم منك يعني. شيخ محمود احنا الان ما لنا علاقه بعثمان، احنا ما لنا علاقه بعثمان، احنا لنا علاقه بالنبي، لان المساله تتعلق في تمام. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بنته مثل ما تفضل الافندي يقول حتى ياخذ من عنده فلوس، هاي الفلوس يفيد بها المسلمين، الإسلام والمسلمين. أنا بس أردف كيف يستطيع النبي أن يأخذ أموال إنسان محرمة على النبي وهو مجرد نسيبة؟ فضل شلون مثل
شي يقول له؟ يقول لي عافية سبع يا أخي. خلاتي طيب قلت النبي ما محتاج فلوس عثمان ولا محتاج عثمان، بس شنو الإسلام محتاج؟ الإنسان القوي للقتال، ومحتاج الإنسان الثري لكي يقوي عضد المسلمين. يا أخي النبي ما يأخذ أموال، النبي ينطي، النبي ينطي، ما يأخذ ينطي. اسمع اسمع، هل تعتقد بأن عثمان قد ساهم بأمواله في نصرة الدين الإسلامي؟ طبعا أنا سمعت هواية حديث بأنه تبرع من أمواله في عدة مواقف يعني. خلاص الحمد لله الآن، والفضل لله عز وجل وحده بأنه عثمان له كرامتين، وهذه الكرامتين لم ينلها أحد، وهو التزويج، وهذا قول علي. المسألة الثانية بأن الدين الإسلامي قد انتصر بأموال عثمان، وهذا يكفينا ويكفي فخرا لأهل السنة والجماعة أن يتكلم بالصحابة من يكره الصحابة. حياك الله غني، بعد ما محتاجين منك شيء، استريح. الله أكبر، أشكرك يا غني.